شيفر سانتي. في شيفر سانتي نحاولوا نقدموا لكم اهم الارقام حول دراسات طبيه كانت انجزت في تونس، واليوم حبيت نحكي لكم حول الفطر الاسود. وفي بحث طبي أنجز في مستشفى فرحات حشيد بسوسة في أفريل 2014 حول العناية التشخيصية والسريرية لداء الفطر الأسود، فإنه بدأ في الظهور منذ 1994 بحالة سجلت بالمستشفى، وارتفع عدد الحالات إلى تاريخ البحث 2014 إلى 68 حالة سجلت موزعة بين صفاقس 28 وتونس 20 حالة وسوسة 20 حالة أخرى. وكانت صرحت المختصة في الأمراض المعدية الدكتورة أمال الطيف أن تونس سجلت على مدى الخمس سنوات الأخيرة 5 إصابات بمرض الفطر الأسود من سنة 2016 حتى 2020 بمعدل إصابة كل سنة، هذا إضافة إلى 5 حالات في سنة 2021 والمعلن عنها تزامنا مع جائحة الكورونا. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم. شيفر سانتي.